سجلت مملكة البحرين ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا. حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 656 حالة قائمة جديدة، منها 198 حالة لعمالة وافدة، و 347 حالة لمخالطين لحالات قائمة، إضافة إلى 111 حالة قادمة من الخارج. في حين لم تُسجل أي حالة وفاة خلال اليوم، فيما أعلنت الوزارة تعافي 129 حالة إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 3323 حالة